جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. أنا آسف أني تأخرت عليكم، ما بدي ضيع وقت زيادة. يلا سيد أكرم، ما فينا ناخدها هلأ على المستشفى، ما عنا وقت يكفي. خلاص أنا رح أخدها على بيتي، شو بكن أنتو؟ شو صار معكم؟ تحركوا يلا. شو بكون؟ أنا قلت شي غلط يا ترى؟ لك شو بدكن؟ يعني البنت تطلع من بطني وتقلكن خدوني على بيت السيد أكرم؟ يا ما تركوني هون لحتى موت، لك يعملوا أي شي بس خلصوني. بس الله ما خلق بعائلتكن حدا فيه دم وأحساس؟ سوسن ضبي غراض خالتك قوام لشوف. سلوم روح قول لمأمون جهز السيارة بسرعة ويستنانا قدام الباب. حاضر. يلا كنان ساعدني لنحملها. سوسن إذا مفكرة أنه أنا رح ضب غراض مرت خالك أكيد بتكوني غلطانة. ماشي؟ أنا بدي أسألك شغلة. يا ربي أنا نسيت أهم شغلة كان لازم قلك ياها أول ما وصلت لهون. بدك تسأليني ليش عم ساعدكن وأنا زلمة إقطاعي، فبحب قلك هالوقت مو مناسب لهالحكي الفاضي والعلاج هاد. أعملي مثل ما عم قلك. يلا على السريع. مين بدي ساعده ويولده؟ رجع 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 لورا شوي. يلا رجع يلا بسرعة. عمهلك عمهلك شوي شوي. خلص اتركي لي هالقصة لإلي. أصلا أنا ما كنت اجيت لهون لو مالي عرفان شو بدي ساوي. إيه إذا خلصتي أسئلتك ممكن يا أنسة تشاركينا بهالعملية المهمة تبع إنقاذ خالتك والطفل تبعها؟ ليك يا سوسان خدي زيت المساج معك. لك ما في داعي لإله، ما في داعي تاخدي هيك شغلات معك. أنت بس جيبي تيابة، أنا عندي كل شيء هنيك. ماشي؟ يلا يلا. في عندك أسئلة تانية ما هيك؟ آخر سؤال وبعدين بخلص والله. فينا كلنا نجي معك؟ رح يكون بالنا مشغول ورح نضل قلقانين على خالتي لدرجة ما منعرف شو بيصير معكم. يمكن حدا تاني يمرض، خالي كنان مثلا أكيد بيمرض.